السلام عليكم. يعرف ميناء بجاية عملية توسعة كبيرة في يعني السنة هذه، حيث أنه فيه مشروع، كان فيه مشروع لتوسعة ميناء بجاية، وكان معطل منذ 2017 تاريخ يعني القرار نتاع توسعة ميناء بجاية. وكما نعرف أنه ميناء تاع بجاية وهو واحد من أكبر الموانئ في الجزائر، وعنده يعني بعد اقتصادي كبير. وهنا نشوف في المنطقة هذه، نشوف المشروع نتاع التوسعة نتاع ميناء بجاية اللي انطلق هذه السنة، والمشروع تاع التوسعة هذا فيه يعني مقرر باش يكون فيه إضافة نتاع 5 مرافق للاكوستاج والستوكاج نتاع لي كونتينر. وهنا نشوف المرفأ الأول، المرفأ الثاني، المرفأ الثالث، المرفأ الرابع، والمرفأ الخامس هنا. وهذه المرافق كلها سوف تزيد طول نتاع المرافق نتاع الميناء ب 2500 متر، وعرض المرافق هذا ما بين 30 و 50 متر عرض. إذا هذه هي المشروع اللي بدأ في هذه السنة، بعد ما عرف تأخر نتاع خمس أو تعطيل نتاع 5 سنوات. هنا نزيد نشوف انه في يعني منبع اخر، اون اوتر سورس دانفورماسيون، تقول انه المشروع هذا سوف الاشغال هذه تقوم بها شركة صينية، ويكلف يكلف الدولة ما لا يقل عن 10 مليون دولار. 10 مليون دولار. وإن شاء الله إن شاء الله يكون فيها إلى نفس المشروع في مجلة أخرى، أفريكان انتليجنس. هنا كذلك يؤكدوا على أن المشروع هو واحد من أكبر الموانئ في الجزائر، أو الثاني، ألجيريا's second biggest port، يعني الميناء الثاني من حيث الحجم في الجزائر. واللي المشروع هذا تاع التوسعة كان انطلق في 2000، he is to launch the extension project and it began in 2017، يعني انطلق في 2017 لكن لم يرى النور إلى يعني كانت تعطلت الأشغال في ذاك الوقت. إن شاء الله يكون فيها خير، ونترككم مع الصور نتاع زيارة والي ولاية بجاية إلى الأشغال نتاع يعني التوسعة نتاع الميناء نتاع بجاية في نهاية هذا الفيديو. والسلام عليكم.